ويلكم يوتيوب، رجعنا لكم بفيديو جديد. الفيديو هو فيديو النهارده فيديو رد على الاسئله. الفيديو منتظر من كل الناس اللي بتتابعنا وبتحبنا وبتحب الفيديوز بتاعتنا والبلوجز بتاعنا وكل حاجه. النهارده هنرد على كل اسئلتكم اللي جت على الفيديو، وهنبدأ بأسئلة الفيسبوك الأول عشان أنا نزلت بوست على الفيسبوك وكتبت فيه يا جماعة اسألوني بمناسبة 2K اللي هو 2000 مشترك. فدلوقتي هنبدأ بأول سؤال، ومعانا أول سؤال مصطفى محمد بيقول نفسك توصل لإيه في اليوتيوب وحياتك الشخصية؟ تمام، هنرد على أول حاجة نفسك توصل لإيه في اليوتيوب. أنا أخويا نفسنا يبقى عندنا يعني 100,000 مشترك مثلا، او سيبك من الاشتراكات، نقدم محتوى حلو وفلوجز جميل بلوكس. يكون كل حاجه حلوه ونسعد الناس ونسعد الناس طبعا اللي بتشوفنا. وانا بص يعني مش هقعد اقول لك انا مثلا عايز اوصل ل 100,000 مليون يعني 2 مليون، لا انا مش عايز اوصل. انا بس كفايه عندي حب الناس، اللي انا الناس تدخل تكلمني على اساس ان هم شافوا لي فيديو فعجبهم فجاي داخلين يكلموني. ونفسك توصل لايه في حياتك الشخصيه؟ انا نفسي ابقى مهندس كمبيوتر، اللي هو حاجه ليها علاقه بالتكنولوجيا. انا اصلا من وانا صغير بعشق الكمبيوتر وبعشق التكنولوجيا جدا جدا جدا. فبصراحه انا نفسي ابقى مهندس كمبيوتر. هنشوف السؤال اللي بعديه برضك. مصطفى محمد كبر عليا لما قناتك تكبر. لا طبعا يا مصطفى، عيب عليك، انت اخويا الصغير حبيب قلبي. مصطفى محمد برضك ربنا يوفقك ويوفق كل انسان ليه طموح ويهد كل انسان مغرور طبعا. وربنا يوفقك يا مصطفى، وانت شرفتنا والله في الفيديو، في فيديو الاسئله. وننتقل على السؤال اللي بعديه، كل ده لسه على الفيسبوك. تمام، اسئله الفيسبوك. عبد الرحمن عبد الوهاب بيقول كم سنه وفي سنه كام وبتحب فيديوهاتي ولا لا، وانت كم ساعه مشاهده ونفسك توصل في ايه وايه اكتر حاجه بتحبها. ماشي، هو سؤال كبير قوي. عامه كم سنه؟ انا عندي 18 سنه وفي سنه كام، انا طالع اولى جامعه. بتحب فيديوهاتي ولا لا؟ ما شفتلكش صراحه ولا اي فيديو. كم ساعه مشاهده وانت كم ساعه مشاهده؟ طب وليه يعني يا عبد الرحمن ساعه مشاهده؟ طب لما اجي انا اقول لك هيفيدك بايه؟ تاخد ساعات مننا مثلا، تاخد ساعات مننا ولا ما علينا. نفسك توصل في ايه، في ايه ولا لايه؟ اي حاجه، اللي انا مثلا ابقى شخصيه محبوبه بس كده. وايه اكتر حاجه بتحبها؟ اليوتيوب. طب ثاني، وانا كده يا جدعان لازمتي ايه في الفيديو بقى؟ ان انا اطلع اقعد يعني انا اقعد اسمع، اطلع اسمع. طب ما اشغل الفيديو من عندي وخلاص على الجهاز بعد ما اتصور. لا يا عم انت هتجاوب معايا دلوقتي. ايه الاسئله؟ هتجاوب. مفيش اسئله عندي. كل ده اسئله الفيسبوك عندي في ايميل. انا وليد كمال ذاهب الى اين؟ انا قاعد والله، انا بعمل فيديو دلوقتي ومش ذاهب لحته، انا قاعد والله يا وليد. يعني انا في ايه؟ ونبدا بأول سؤال من اليوتيوب. بتاخدوا كم من اليوتيوب؟ البرنس أحمد بتاخدوا كم من اليوتيوب؟ بص يا أحمد، يعني أنت برنس ونجم كده في نفسك، فعيب يعني عليك بقى اللي أنت تقول لي أنت بتاخدوا كم من اليوتيوب. إحنا أصلا لسه أصلا ما فعلناش الدخل يعني. نخش على السؤال اللي بعده. جورج ليمون، دخلت يوتيوب من إمتى؟ إيه المشاكل اللي وقفتك؟ يا رب ترد عليا فاسألني. اسمي جورج ليمون. احنا دخلنا اليوتيوب من سنة 2017، السنة اللي فاتت اخر 2017، وبدأنا نعمل عليها شغل وكده ساعة ما قناتي القديمة اتقفلت. فاحنا كنا عاملين القناة دي تبع القناة دي، يعني الاتنين تحت بعض. فلما قناتي اتقفلت قناة ابي فيديو اتقفل، فبعديها اجلنا حوالي يعني اجلناها كده في شهر 3 في 2018 بدأنا يوتيوب. ايه المشاكل اللي وقفتك؟ مفيش مشاكل وقفتني، ممكن يكون بس انتقادات الناس، بس لا ما بتأثرش فيا الحمد لله يعني. وبنحاول نكمل، حتى القناة اللي اتقفلت قبليها ده يعتبر ده كان دمرني اصلا خالص، اللي انا خلاص بقى مش هكمل تاني في اليوتيوب ازاي بعد ما عملت كل الفيديوز دي. ما كانش عندي كمية الناس دي صراحة اللي هي بتتابعني دلوقتي. يا رب ترد على سؤالي. بس كده نشوف اللي بعديه. كي بي ام اي 7، مين ده؟ لو في حد حابب يساعدكم وينضم ليكم هيبقى ايه رايكم؟ تمام ماشي، بس لو تمام لو بس في مشكله، اللي انا كل فيديوهاتي بصورها في البيت زي ما انتم شايفين، ولسه اصلا ما عملتش سيت اب، فلسه واحده واحده. لو لما مثلا اجيب استوديو او يبقى عندي مثلا شقه مخصصه او معينه، طبعا هجيب اللي عايز يجي ينضم يساعدنا في اي حاجه، نعمل معاه فيديوز اي حاجه.
نخش على السؤال اللي بعده. مهارات يوسف كرة القدم، ليه مسحت الفيديو بتاعي؟ انا كنت بحبكم وبقلدكم. بصوا، هو مشكلتي مع مهارات يوسف كرة القدم، ما كنت قاعد على اليوتيوب عادي، اخويا كان يعني دخل قال لما بتصفح على اليوتيوب حصل حوار، اخويا بيقول لي الحق ده في حد مقلدنا. قلت له مقلدنا ازاي يا عم، عادي سيبه. المشكله لما جيت دخلت على الفيديو لقيته حاطط الصوت، صوتي حاطه عنده في الفيديو مصغر بدون ما يستأذن ولا يعمل اي حاجه، بدون مثلا يكلمني على الفيس يقول لي بص انا هعمل كذا او هعمل اي حاجه وهنزلها، انا بقى اقول له او لا. لكن هو المشكله اللي هو حاططها على طول، وانا طبعا اضطريت ان انا اشيل الفيديو، لان يعني انت ممكن تاخد الكلام بس انت مثلا تزود عليه شويه حاجات من عندك، صح ولا ايه؟ هو عملها بالظبط، خد نفس الفكره، عملها بالظبط. وانا صراحه يعني اضطريت ان انا امسح لك الفيديو عشان مش عايز حد يقلد، يعني انت اعمل محتوى واتعب فيه. يعني انا مش عارف اقول لك ايه والله يوسف، ومعلش لو ضايقناك في حاجه، بس انت حاول تعمل الاحسن وما تقلدش حد. نخش على السؤال اللي بعده. معاذ اشرف، معاذ بالنسبه لك ايه؟ معاذ بالنسبه لي سنت. السؤال اللي بعديه، مصطفى محمود، انت منين؟ انا من حلوان. السؤال اللي بعده، احمد كلوزا، منورني والله احمد يا كلوزا. اولا الف 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 مبروك سؤالي، الله يبارك فيك. سؤالي، هدفك ايه من اليوتيوب؟ نكسب حب الناس. هدف من اليوتيوب نكسب حب الناس طبعا، زي ما اخويا قال، واللي احنا نقدم محتوى حلو، حلو، ونبقى حاجه كبيره ان شاء الله في المستقبل، ونعمل حاجه غير الناس، يعني نعمل مونتاج جديد اختلاف، يعني واختلاف غير اي يوتيوبر تاني. نخش على السؤال اللي بعده، جبران الكينج نور في ايه؟ انتوا اخوات؟ اخوات احنا اخوات ولا في ايه؟ لا مش اخوان، لا يا جبران انت اتلخبطت، احنا مش اخوات، احنا ايه؟ ايه انت نسيتنا يا جدع، احنا بقالنا 100 فيديو يعني مع بعض فيه، وبعدين كل شويه بنقول احنا اخوات، وفي اللايف يعني اصحاب، ممكن يكون اصدقاء او اصحاب وفي نفس البيت عندي. يا عم المهم اللي ايوه احنا اخوات. مودي ناجي، مين اليوتيوبر اللي بتحبه؟ بتحبني ولا لا؟ منور يا مودي الاول، مين اليوتيوبر اللي بتحبه؟ زد شو زد. زد شو زد دايما انا واخويا، زد شو زد اليوتيوبر اللي بالنسبه لنا التوب، اللي انا اللي خلاني اصلا اكمل في اليوتيوب واحب جوه الطب والناس كده، وفي ناس ثانيه. وبتحبني ولا لا؟ طبعا بحبك يا اسطى، انت حتى طلعت معانا في فلوج 8 يعني وقعدنا نتكلم مع بعض، ومش هنسى اليوم ده، وحتى الفلوج موجود عندك حبيبي يا مودي، منورني. السؤال اللي بعده، اوبا حرفوش، بتحبني ولا ايه؟ طبعا بحبك يا اسطى. يا اسطى انت بتتكلم في ايه يا عم؟ حب ايه اللي انت جاي تقول عليه حرفوش؟ حبيبي حرفوش منورني. السؤال اللي بعده، كوميك كينج، عمركم كدبتوا قبل كده؟ مفيش حد على الارض مكدبش، يعني مفيش حد على كوكب الارض يعني مكدبش. مثلا اكيد في كم واقع في مشكلة او في حاجة ما بين مثلا هو واي حد من العيلة او كده، فاكيد وقع في الموقف ده. يلا ندخل على السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده، احمد شعبان، بتشجعوا مين في الدوري الاسباني والبريم ليج والمصري، ومين افضل لاعب بالنسبة لكم؟ طبعا انا في الدوري الاسباني انا بشجع برشلونة، وانا بشجع ريال مدريد، وعندك في البريم ليج انا واخويا بنشجع ليفربول. ليفربول عشان فيها محمد صلاح. ايوه طبعا عشان فيها محمد صلاح. والمصري انا زملكاوي، عندي اهو تيشيرت الزمالك بس مقطع شويه وغريب، بس كنت اطلع انا ما بشجعش حد في الدوري المصري. ومين افضل لاعب بالنسبه لكم؟ مو صلاح، محمد صلاح صراحه بشوفه في اي ماتش بفرح بامانه يعني. نخش على السؤال اللي بعده، باسل برو، سؤال، خمس اسئله دول يعني كتير قوي. واحد، حلمك توصل كام مشترك السنه دي؟ يعني قبل ما السنه، قبل 5K. هنبقى فرحانين ومش هنصدق نفسنا وعمرنا. بصوا انا يا جدعان لما كان عندي 100 مشترك كنت بنزل كل يوم فيديو، وكنت ما كانش بيبقى فيه دعم اصلا، بس بقعد اقول لا ان شاء الله يبقى في يوم من الايام. اتنين، مين حفزك تعمل قناه؟
مين؟ هو اخويا، اخويا انا واخويا دايما كنا بنقعد على اليوتيوب بنتابع زيتشو زد، عمر فاروق، جوحط، بنتابع ناس كتير قوي من بره، ما بنتابعش صراحه مصريين غير شادي سرور، ولما وساعات شادي سرور بيقف كتير قوي، فما كناش بنتابع حد غير الناس اللي بره، وهم مستمرين ويكون فلوجاتهم روعه بجد يعني. اه تبقى حلو. فالمهم اللي حفزني في اليوتيوب اخويا، قعدنا هو قعدنا نتكلم، فكره جت لنا قلنا ان شاء الله هنكمل، والحمد لله لحد دلوقتي مكملين. تلاتة، ايه السبب في الفيديوهات انت واخوك تلبسوا نفس اللون؟ اهو انا مش لابس النهارده، اهو ما خدمه غيرنا اهو الحمد لله. والهدف ما فيش هدف يعني، او ما فيش سبب ليه، لا عادي يعني، هي بتيجي كده، اللي هو عادي انا هلبس النهارده كده، هو يلبس النهارده كده، عادي ما فيش حاجه. عندك كام سنه انت واخوك؟ انا بلال عندي 18 سنه، ولا انا عندي 15 سنه. ويلا كفايه طولت عليك، احلى يوتيوبر في العالم حبيبي والله يا باسل يا برو، نورتني. كنزي ايمن، تختار تعيش في لبنان او اسكندريه؟ في لبنان بصراحه، انا نفسي اروح اسكندريه بصراحه، بس ولبنان يعني لبنان يا عم. السؤال ده انا صح نفسي اروح اسكندريه، لكن ايه اللي هيوديه لبنان؟ انا لسه يعني مش معايا فلوس يا جدع. لا يعني لو تختار، يعني لو انت معاك فلوس مثلا، لو تختار، لو انا معايا فلوس هروح لبنان اكيد يعني، عشان اسكندريه في مصر عادي، كان عايزين نسافر ونشوف الدنيا بره. هي مصر. كنزي ايمن تاني، لو خيروك تروح تشحت او تقفل القناه؟ طبعا ده سؤال غريب جدا. واحنا كده هنعمل ايه؟ مش فاهم. نروح تشحت، نروح نشحت ولا نقفل؟ طبعا لا، الصح نقفل القناه. ممكن نقفل القناه عشان ما نحطش نفسنا في مواقف. يعني نشحت ممكن تبقى صعبه شويه، ونقفل القناه بالنسبه لي اصعب برضك يعني. بس تعيش سعيد احسن ما تشحت وتقعد. صح. بس تعيش سعيد احسن ما تشحت وتقعد. صح. علي. السؤال اللي بعده، وكنز ايمن برضك، لو خيروك تقفل القناه تاني او تسافر شهر الساحل؟ ايه ده؟ اكيد نسافر. اكيد طبعا نسافر شهر الساحل. ايه ده السؤال الجامد ده؟ ايه ده؟ طبعا نسافر شهر الساحل، دي احنا على طول قاعدين في البيت يا جدعان، حد حتى من المايه نعمل فلوج. كنز ايمن، بتحب الانستا او الواتساب؟ بحب الاثنين، او صراحه انا بحب الواتساب اكتر دلوقتي، بقيت اندمج في الانستا برضك. وانا الصراحه بحب الانستا اكتر، لانه ايه، تقدر تتكلم على اي حد، وتقدر تعمل عليه لايف، وتقدر تعمل عليه حاجات كتير جدا، حاجات كتير متوفره. طبعا منورنا يا كنزي، شكرا على كل الاسئله دي. وسؤالك طلع عشاش. يلا اللي بعديه، جراند بيت بوكس، اكتر موقف محرج جامد ليك؟ يعني اكتر موقف محرج ليا، اللي مثلا اكون رايح اسلم على حد، يعني هو سلم على كله، واجي امد ايدي لو هو مشي وسابني، فده بالنسبه لي ده من المواقف اللي بتضايقني. بس يعني الموقف اللي محرج اللي معايا، اللي تيجي تلاقي واحد صاحبك يقول لك انا بشوف كل فيديوهاتك، او واحد يعني عادي بيقول لك انا ما شفت كل فيديوهاتك اللي على القناه، وشفت فلوجات وعجبتني جدا، وفي الاخر اقول انت مشترك في القناه، يقول لا مش مشترك في القناه. ما انت شفتها ازاي؟ انت هتفتني منين اصلا؟ شكرا على سؤالك يا جراند بيت بوكس. خش على السؤال اللي بعده، احمد خالد، انتوا اخوات يا عم يا جدعان، ارحمونا. انتوا اخوات ولا ايه يا جدعان؟ والله اخوات يا جدعان، لازم نلبس نفس اللبس. اخوات يعني، اخوات والله الحمد لله. اخوات. السؤال اللي بعديه، ليلو هشام، بتحب مهاب شادي؟ لا ممل، هو صراحة بالنسبة لي شخصية مملة في فيديوهاته وفي كل حاجة، في فيديوهاته وكده، بس يعني ما نعرفوش على الحقيقة. ما عرفوش شخصيا، عشان برضه ما اتكلمش على حد وانا ما عرفوش شخصيا، بس هو عادي يعني، من الناس اللي بتعمل فيديوز على اليوتيوب. يلا السؤال اللي بعده، محمود دادو، يا اسطى السؤال هو، اخوك بالنسبة لك ايه؟ انتوا الاتنين جاوبوا على السؤال. ماشي يا محمود، اخوك بالنسبة لك ايه؟ اخويا بالنسبة لي اكنه صاحبي، اكنه صديقي. انا الايام دي مش متصاحب على اي واحد يعني، اصحابي اللي كانوا في المدارس زمان كلهم يعتبر اصحاب مصلحة، اللي هو تقول له، هيقول لك انا عايز ده، عايز بس ايه الحتة دي مثلا في الدرس رقم كذا، ايه خدته ملزمة النهاردة، ما خدتوش، لا ما عملتوش، كل دول صحاب، مش صحاب بالنسبة يعني، صحاب مصالح. فانا بالنسبه لي اخويا بالنسبه لي هو صاحبي، صديقي، كل حاجه صراحه. جاوب انت بقى على السؤال. اخويا بالنسبه لي وبيساعدني في كل حاجه طبعا، وانه اخو بيساعدني في كل حاجه طبعا، واهم حاجه ما انساش انه هو بيرفع الفيديوهات وبيكتب التايتل وبيعمل صوره مصغره، يعني دي حاجه حلوه جدا. صح حبيبي يا اسطى، حبيبي انا اللي بمنتج. ها
نرجع اللي بعده. نخش على السؤال اللي بعده. معاذ بتاخد كان مليوتيوب كان باخد كان. انا لسه يا كان انا لسه يا معاذ ما فعلتش ربح يا معاذ ولسه حالتي صعبه جدا. بس كده كل الاسئله خلصت. يجي 27 سؤال بالظبط جم. بالنسبه للاتنين كي بشكر كل واحد دخل على اي فيديو عمل لايك. كل الناس اللي ما لحقتش تسال الاسئله ممكن ان شاء الله بعد كده لما نجيب 5 كي ان شاء الله نعمل اسئله تانية. اختي بتتفرج علينا لايف اهو من اول اسئله عملت. ما تنساش تعمل لايك للفيديو. كان معكم ايه بي فيديو. سلام.